من هو يفغيني بريغوجين الذي يلقب بطباخ بوتين؟ بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر الروسية التي يفترض أنها تشكل 10% من جميع القوات الروسية في أوكرانيا، لكن مهارات بريغوجين لن تقتصر على ساحات المعركة كونه رجل أعمال يقوم بدور قائد عسكري. صنع ثروته من خدمات إعداد وتقديم الطعام في التسعينيات، خاصة في المناسبات الرسمية في الكرملين. نيو آيلاند من أشهر مطاعمه، وهو مطعم عائم فاخر بمدينة سانت بطرسبرغ. اشتهر المطعم عام 2001 بسبب تردد بوتين عليه باستمرار، وهو الأمر الذي أسفر عن لقب طباخ بوتين الذي أطلق على بريغوجين. لكن هذا الترف والرفاهية وراءهما سجل مظلم. بريغوجين سجن لمدة 9 سنوات بتهمة السرقة والنصب عندما كان في العشرينيات من عمره، لكنه لم يصنف كمجرم دولي إلا بعد فاغنر. في عام 2018 خضع طباخ بوتين لعقوبات أمريكية بتهمة تمكين موسكو بالتلاعب بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وفي 2020 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على رجل الأعمال الروسي على خلفية مساهمته في تقويض أمن ليبيا وخرق القرار الأممي بحظر توريد الأسلحة إليها. وبعد الحرب الأوكرانية اتخذ مسار بريغوجين منعطفاً غير متوقع، حيث استعرض خلافاته مع وزير الدفاع الروسي علناً ولأول مرة، ووصفه قائد مجموعة فاغنر بالخائن إثر خطوة الوزير بحرمان مقاتليه من الذخائر حسب بريغوجين، الذي وجد نفسه بين فكي الرحى خارجياً في أوكرانيا وداخلياً في بلاده.